اهلا بيكم مره تانية، واحلى فقره والذ فقره. شيف محمود سعد وعامل لنا اكل ما حصلش، عامل لنا فراخ بالبصل القورمة وكمان كوسه محشيه على طريقه الشيف محمود. يا اهلا يا اهلا، سلم عليكي طبعا وبسلم على المذيعتين الجمال. واحلى شيف محمود، انا عاجبني الاخضر اللي لابساه هبه النهارده. واحلى طبعا دكتوره منى، بس عاجبني الاخضر ليه؟ عاجبني الاخضر لانه بيتناسب مع الفوز العظيم النهارده للمنتخب الشقيق منتخب السعوديه لما فاز على منتخب الارجنتين في اولى مبارياته في كاس العالم. فانا عاجبني اللون ده، هو جاي صدفه انا عارف، بس أرزاق. هو ارزاق، لا ازاي ده، مو يعني مخطط يعني انا بشجعهم على الفوز الغالي دوت، حاجه مخططه من هبه وهي جايه هنعمل عمره ومنى ان شاء الله قريب. وعمره وانا فين؟ انا ومها، وشوف لنا عمره ويتوافق. هلبس اخضر، هلبس اخضر بكره. انت عامل كوسه النهارده صح كده؟ استني بقى، استني نقول اسمها بالانجليزي، بلاش نقول اسمها بالعربي. طيب احنا عاملين النهارده كوسه محشيه، وجبت الحشو بتاعها هيبقى عباره عن برغل مع خلطه باللحمه المفرومه والسماق والطماطم والنعناع. الله، والسماق والطماطم طبعا. والفراخ اللي انا عاملها النهارده عامل فراخ ب زوكيني، عامل فراخ بالبصل القورمه. دي مقادير الكوسه هنقولها على طول. الكوسه نص كيلو لحمه مفرومه، ومحتاجين طبعا كوبايه كبيره من البرغل، ومعلقه سماق وملح وفلفل ورشه من الكباب الصيني، مع معلقه كبيره من النعناع المجفف ورشه سبع بهارات وحزمه كزبره خضراء، بصلتين كبار مفرومين، واربع حبات طماطم تكون برضو مفرومه، وكوبايه من عصير الطماطم مع معلقتين زيت زيتون او سمنه، بس انا احب ان انا استخدم زيت زيتون. تمام. خلاص؟ تمام. الفراخ بقى اللي انا كنت بتكلم عليها قبل المقادير، الفراخ دي انا عاملها ببصل القورمه. البصل القورمه ده لكل اللي بيسال، هو البصل الصغير جدا جدا في الحجم. والفراخ دي النهارده هتستوي على بخار ميه البصل دي. طب عارف انا بحشي البصل القورمه ده بعمله، واحنا كمان احنا كمان جامدين قوي بنحشي بصل القورمه برضه. بس النهارده احنا مش هنحط ميه خالص على الفراخ، ولا هتدخل فرن، هي هتستوي في الحله على البخار اللي نازل من الميه الجميله دي. احنا استوينا طول الحلقه وشامين الريحه الحلوه دي. مش ممكن، حرام عليك، عزبتنا يا شيف محمود. طيب يلا ابدا، يلا عشان نلحق ناكلهم. نقول مقادير الفراخ الاول، احنا قلناها ولا احنا قلنا مقادير الكوسه؟ احنا قلنا مقادير الكوسه. طيب يلا نبدا بالكوسه. بسم الله. اول حاجه احنا بنعملها، بنكون غسلين البرغل بشويه ميه نضاف ومصفيينه، ونركنه على جنب حوالي نص ساعه ولا حاجه، فهيبدا يبقى معانا شكله بالشكل الجميل ده. نحط كوبايتين. فكرت ازاي في موضوع البرغل؟ جربت. جميل. جربت التركيبه بتاعه البرغل مع الكوسه مع الكزبره الخضراء والنعناع، موضوع جميل. الله يا محمد. طيب يبقى ادي البرغل بتاعنا، وادي حته اللحمه المفرومه، كمان اتوصوا بالكزبره الخضراء وما تقلقوش. انت مع طلبي لما قلت له شوف لنا حاجه تغير ثقافه الرز. ايوه، فبنشوف بدايل. الحقيقه انا هو ماشي جدا موضوع البرغل مع الكوسه، والحشوه لطيفه جدا، وممكن تتحول تبقى رز للي حابب، وتتحول تبقى فريك للي عايز. بس الخلطه دي تركيبه متجربه، برغل، لحمه مفرومه، بصل، كزبره خضراء، وشويه من الطماطم المكعبات. وانا حابب اوريكم كل حاجه قبل ما اقلب. وبعدين انت مجدد دايما يا محمود، والله تسلمي تسلمي. وبعدين مش البرغل غير في شويه حاجات كده. وبعدين بقى التوابل المهمه، ممكن فلفل، وممكن طماطم، وممكن بصل بس يكون مسلوق. بس النهارده الكزبره الخضراء مع النعناع حاجه تركيبه مزيكا زي ما بنقول، مزيكا مع الايه، مع الكوسه. نحط رشه من البهارات مع معلقه كبيره من النعناع المجفف، وشويه فلفل اسود، ولمسه من السماق، ونحط فصين الثوم الحلوين دول كده. وبعدين نحط 3-4 معالق من زيت الزيتون، والخليط ده يتقلب كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين الجمال. وريحه النعناع، عايز اقول لك بقى ريحه النعناع موضوع كبير قوي. انا افتكرت هنحط نعناع فريش. النعناع المجفف في الحاله بتاعتنا دي بتطلع حلوه قوي.
وريحته بتفضل طاغيه على الموضوع. بناخد حبات الكوسه، هو النعناع حبيب الكوسه جدا، النعناع والكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء ناخد حبات الكوسه ونبدا نحشيها بهذا الشكل الجميل، وبعدين ناخد حبات، تعالي بقى هنا احشي واوريكوا حبات الكوسه لما تتحشي قد ايه صحي تتحط في الحله وغذي. وما احنا ما نعرفش البرغل ده غير في الكوبيبه وفي التبوله. لا خلي بالك، انا مره عملت حمام محشي برغل وزبيب. ايوه عجبني قوي الفكره، عجبني ان انت بتفكر بره الصندوق على طول. تستحلف لي، بتستحلف لي انك كنت شايف. انا كنت موجوده في أيوة. لما كنا ابتدينا نتعرف على الكباب الصيني مع بعض. أيوة. البرغل حاجه جميله جدا. بصوا بقى الحله بتاعتكم، بتحطوا حبات الكوسه بهذا الشكل الجميل. حطي ايوه برافو عليكي. ايوه الرصه بقى دي اللي ايه، مش كل الناس بتعملها بنفس الطريقه. ناس تحط الكوسه نايمه، ناس تحطها واقفه براحتكم. بس انا هفاجئكم بالشكل الجميل بتاعها. نايمه دي لما تبقى في الصينيه عادتين. صح. هسيب جماعه بتحشي الكوسه يا جماعه. بصوا جماعه والله العظيم انتوا فاهمينها غلط. بعمل محشي بصل. تخيل بقى. هي شاطره. ده الطبق المشهور عندي في البيت. طيب هقول مقادير الفراخ ونرجع للكوسه مع مها بعد ما تخلص كام صباع كده. مقادير الفراخ احنا جايبين فرختين وزن كيلو، كمان جايبين حوالي كيلو من البصل الاورمة الصغير، وبحتاج في التوابل ورقتين لورا وفصين حبهان وفصين من المستكة مع شوية من الملح والفلفل الاسود ورشة جوز الطيب ومعلقتين من الزبدة. هتستوي الفراخ دي ازاي؟ مفيش فلفل اخضر ولا فلفل الوان. لا مفيش ولا فلفل اخضر ولا فلفل الوان. الفراخ دي هتستوي ازاي؟ مهم جدا ان احنا اول حاجة بنعملها ندخل بالبصل كله. زي ما انتم شايفين ادي البصل اتحط في الحلة، خلاص ما حطيناش ولا ميه ولا حطينا زبده ولا حطينا زيت ولا حطينا اي حاجه. ام محمد بتقول لك كل حاجه بيعملها المايسترو هي مزيكا. ميرسي يا ام محمد. بتقول لك ميرسي يا ام محمد. لا ولا طعمها يا ام محمد. انا في القاب بقى كتير جدا يا ام محمد بتتقال عليا اليومين دول، بس اغلاهم اغلاهم على قلبي. انت متاكده انك قريتيها صح؟ والله دي سميره بيل. اكيد سميره بيل. انا شفت التعليق بس من الجزائر. يبقى كشري وباميه. ماشي ممكن يكون طيب. غلطه املائيه تعمل لنا كشري الباميه. صح صلحي لي بقى لو كنت انا غلطانه. قول لنا يا سميره قصدك ايه. طيب ماشي. البصل الاورمه حطيناه بالشكل ده. بصوا بقى انا بحط قرنين فلفل صغننين كده من المجفف ده، ورقتين ثلاثه من اللورا، فصين حبهان و فصين من المستكة، ورشة من الفلفل الأسود، ورشة ملح، خلاص؟ ومعلقتين من الزيت، وممكن مكعب زبدة، خلاص؟ بعد ما عملنا كده ناخد الفرختين بتوعنا نحطهم على الوش بالشكل ده، وبعدين نرش شوية من الفلفل وشوية الملح و لمسه صغيره من جوز الطيب. وانا بحب احط على الوصفه دي اربع خمس فصوص من الثوم. وحط كمان ورقه لورا كده على وش الفراخ مع لمسه صغيره جدا من البابريكا. تخيلوا ان الوصفه دي لما تتحط على النار هاديه لمده ساعه ونص، نار هاديه من غير ولا نقطه ميه، نغطي الحله ونيجي نفتح الحله الثانيه ونشوف شكلها بقى عامل ازاي بعد ساعة ونص من يا خبر ان الفراخ تستلق وتستوي وتدوب وكل انسجتها تشرب من المستكة والبصل الاورمة الجميل اللي احنا شايفينه ده. هنسيب دي ونروح اللي هنا. هنا كل اللي بحتاجه ان انا بيبقى عندي كوباية من عصير الطماطم تكون تقيلة بالشكل اللي انتم شايفينه، ونرش عصير الطماطم على وش الكوسة بهذا الشكل، وندي رشه من الفلفل الاسود صغيره. استاذنك لما يبقى عندك وقت اخد رايك في حاجه في الطبخة لانها فكرتني بيها. ماشي حالا انا جاي لك حالا. ومعلقتين من الزيت. ناخد الخليط الحلو بتاعنا ده ونروح هنا على البوتاجاز ونغطي عليها على نار هاديه لمده من نص ساعه ل 45 دقيقه. نار هاديه جدا. تيجوا تشوفوا الشكل العظيم بتاع الكوسه بعد 45 دقيقه. حبات الكوسه استوت كويس جدا. وهروح اصفي الميه بتاعت دي واوريكم شكلها عامل ازاي. قولي لي بقى يا هبه،
ايه سر ان احنا ساعات لما بنعمل انا يعني في البيت بنعمل خلطه المحشي حاطين فيها طماطم وحاطين فيها صلصه وكل حاجه، بس بعد ما تتسوى المحشي بالذات محشي الكوسه والفلفل والباذنجان بتلاقي الرز برضو لونه فاتح ابيض، مش واخد لون الطماطم ولا طعمها خالص. نوع الطماطم في التوقيت ده في اوقات من السنه الطماطم نفسها تبقى حمراء قوي، في طماطم بتبقى باهته وفاتحه. نصيحتي ليكي عشان تضمني ان يبقى لونها احمر وملعلع كده وحلو، حته بنجر صغيره في شفشق الخلاط وانت بتضربي الطماطم هيخلي لك خلطه المحشي منور نور غير عادي. اسرارك اسرارك حلوه. لذلك مع كروم بتاع البنجر بقى كمان مفيد جدا، والبنجر مفيد، بس هي الفكره كلها ان احنا بصوا بقى هنا شكل نازل حبات الكوسه طبعا كل دول والطبق زي ما احنا شايفين حبات الكوسه نازله منوره بالطماطم وبالصلصه. ناخد الفراخ كمان ونروح على طبق التقديم، لان انا الكوسه انا هحطها هقدمها مع الطبق اللي احنا شايفينه ده. طب ما نرصها لك احنا يعني او تعبك. بحب قوي اللقطه اللي من قفل المذيعات. ممكن تاني لو لا تمام انا تمام. طب ليه الورقه؟ ايوه الله يكرمك. قولي لي قولي لي بتقول يوم مظبوط تمام. بصوا بقى الفرخه مستويه. ما تديني منديل من التركي. انا قدرك يا زواوي. الله على الفراخ. على فكره المطبخ هنا البصل البصل وحبات البصل المزيكا الجميله دي. ناخد حبات البصل القورمه دي اللي عايز يغذي نفسه ويخلي اولاده يغذي جهاز المناعه. خلاص كله البصل لا ومهم جدا لجهاز المناعه. طبعا مهم لجهاز المناعه قوي. تيجوا بقى نرص الرصه الحلوه دي بتاعتنا المرحله اللي انا بحبها. هو حاليا مهم جدا لجهاز الهضمي، لو ادتوني واحده هبقى في منتهى السعاده. نهاد محمد بيقول لك شيف محمود عملت المشلتت زي ما انت عملته بس طلع ناشف. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لانك مين هانم؟ نهاد محمد. نهاد بص يا نهاد احنا نهاد في نهاد ولد وفي نهاد بنت. نهاد خلاص محمد بس انا هكلمك على ان انت ولد يا نهاد. احنا الفرن مهم يا نهاد يكون سخن جدا جدا جدا. ليه سخن؟ عشان ليه؟ الفطيره هي بتقول لك مش عارفه. ايوه انا بقول مهم ان الفرن يكون هاخده منك حالا. المهم ان الفرن يكون سخن جدا عشان نضمن ان الفطير ما يقعدش وقت طويل. هي بتقول في الفرن. لا اللي على الطاسه كان البغاشه. هي بتقول في الفرن. اوكي ماشي صح. انا عملت الفطير المشلتت طلع ناشف مش عارفه ليه. اوكي يبقى اول حاجه لازم ان الفرن لو هيتعمل في الفرن المشلتت في الفرن احنا بنتكلم على الفطير المشلتت لو هيتعمل في الفرن درجه حراره الفرن تكون عاليه جدا علشان الفطير ما يقعدش وقت طويل فينشف. يا دوب ياخد اللون بتاعه بسرعه فيفضل مورق ويفضل طري ويورق. ولو هنعمله في الطاسه برضو ما يقعدش وقت طويل على النار. ولماذا اقول يا هذا الطاسه بس هذا الطعم واللذاذه؟ مش هحط بصل تاني. يلا تعالي في مزيكا. انا اول مره ادوق محشي محشي برغل صح. محشي محشي رائع. النعناع يا هبه مع ال وخليها طالعه عشان شكل الفرشه يبقى موجود. انت عامل في الخلطه لحمه مفرومه صح؟ اسعدك. لو رشت ملح يبقى كتر خيرك. عينيا قول لنا تتبيله الفراخ دي تاني ايه البهارات اللي انت حطيتها على الفراخ بالريحه دي والبصل الحلو اللي معاها الزبره افكرك سبع بهارات صح؟ لا مش كده يا شيف محمود. بصي احنا حطينا البرغل نقعناه. انا مش قادره. تسلمي. خدي عايزه اقول لك دي احلى حاجه في المحشي الحبه اللي تحت دول. انا بحب بقى الرز كمان بتاع المحشي. فراخ هنا منوره. طيب انا نقعت البرغل غسلته بميه وصفيته كويس جدا، حطيت عليه حته لحمه مفرومه ملبسه مع معلقه كبيره من النعناع، طماطميتين كبار مفرومين مكعبات، بصلايه كبيره مفرومه، شويه ملح وفلفل اسود ومعلقه من السبع بهارات مع رشه من جوز الطيب. وبعد ما حشينا قلبنا الخليط ده كويس جدا وربطت كزبره خضراء. بعد ما قلبنا الخليط ده كله وحشينا حطينا رصيناها في الحله زي ما انتوا شفتوا وانا برصها في الحله ازاي، وحطينا كوبايه من عصير الطماطم مع رشه ملح ورشه فلفل وممكن بق صغير كده من الميه السخنه او الشوربه وسيبناه يستوي على نار هاديه. البرزنتيشن التقديم بتاعك دايما ما حصلش ومبتكر. يعني انا كنت فاكره هحط ده لوحده وده لوحده. مش ملاحظه يا مها اقول انه ما فيش دسم في الاكل. يعني السيرفيس ده لو حد مريض
سكر او مريض اي حاجه وبيعمل نظام غذائي فراخ مسلوقه بطريقه متبله. انا هقول لكم سر شيف محمود ايه يا جماعه؟ البرغلس بتاع المحشي على الفراخ. سر شيف محمود انت اول الفقره قلتي ايه؟ اطعم والذ واحلى فقره معانا. ارفعي معنوياته اول الفقره يديكي احلى شغل. دي ميزه بقى ايه؟ دي ميزه ان الواحد يشتغل مع ستات شيك جدا وكلامهم حلو. طب انت كان عندك تعليق عن موضوع السكينه اللي كنا بنتكلم عليها على الترابيزه، الست سكن والطلبات ما تبقاش كتيره وان هو ما يروحش بلد تانية ويسيب الاسره وبعد كده تندم عليها يعني. بصي هو اوقات او اوقات اوقات بتبقى في بعض الاسر مضطره يعني نحاول ان احنا ما نبعدش المسافات قوي علشان ما يبقاش في فقد. لان الموضوع بيبقى احنا الناس اللي بنحبهم بنحب ان هم يبقوا قريبين مننا طول الوقت. بس لو مضطرين يبقى على فترات ما نبعدش المسافه قوي. موضوع السكينه طبعا ربنا يجعلهم لينا سكينه ورحمه، فاحنا لازم نكون برضو نلتمس لهم العذر لو زعلوا مننا ان احنا غايبين عنهم شويه ولا حاجه. بس ولا طب ايه ده؟ طب ايه ده بقى؟ احكي لي بقى عن الكوسه. الـ 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 الفراخ يا جماعه والله العظيم الفراخ دي انا هحكي على الكوسه. لا والبصل الاول بس الفراخ فكره ان الفرختين يستووا على مرقه البصل القورمه ومفيش ولا نقطه ميه في الحله وكل الانسجه بتاعت الفراخ بتطلع كل الخيارات اللي في البصل. الله. مع المستكه مع الحبهان مع شويه الملح والفلفل. في الاخر احنا مش عاملين فراخ مشويه زي بتاعه المطاعم، احنا عاملينها حاجه ولا محشي رز ولا حاجه تتعب. لا وحاجه تانية كمان البصل القورمه ده مسكر يعني هي اقرب للكولباست. صح يا شيف محمود؟ الايه اقرب للفراخ الكولباست. الكولباست بيبقى عليها طماطم وفلفل اخضر وحركات. هي البصل هات بصل يا محمود. بسمة بكير بتقولك ممكن نعمل ده مع البتنجان نفس الخلطه. ينفع نعمل ده ينفع نعمل ده مع البتنجان وينفع كمان مع الطماطم يبقى حلو قوي. هاخد الطبق اللوحه الفنيه مع الفلفل الاخضر المروحه كمان. الحلوه دي كده فلفل اخضر شيل دول. انا كمان كنت عايز اجاوب على طب يلا بينا نجاوب بكره. يلا ماشي. جربوا الوصفه دي لانها طعمها ما حصلش. نشوفكم بكره وحلقه جديده والستات ما يعرفوش يكذبوا، ونشوف بقى مفاجاته بكره ايه. بكره نشوف مع بعض ان شاء الله.